صدق اليوم أبدعت والله بطل، أهنيك. الله يسلمك، من بعدك. أنت كيف دورك؟ كويس كويس ممتاز. مشينا ما بقى. يلا يلا مشينا. نور إيش فيك؟ إنت شماغي. شماغك شماغ. ترى اليوم ما جبت شماغك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. أهلا أهلا أستاذ نور. أهلا أستاذ ركان. اسمي وليد. متأكد أنكم ما تعرفوني، لكني أنا كنت أتابع مسرحياتكم. شفت البروفات، شفت المسرحية الأصلية، شفت كل شيء. أنا عجبت فيكم، أداءكم كان يعني جبار. بس شكرا. هذا عندي. شكرا لك. العفو العفو. على منك. أبدا بس خذ راحتك. تذكر ان فيصل كان معنا وكان رافض انه يدخل مسرحيه؟ لو فيصل موجود كان تدرب عليه الاستاذ عامر، كان صار احلى ممثل. صار. السلام عليكم. اهلا وسهلا، تفضل. وش ذا؟ قهوه؟ سكر زياده. تفضل. شكرا. العفو. وليد يعني ما يحتاج ان عرفتكم على نفسي المره اللي فاتت. انا حاب اقول لكم شيء ثاني. كان نفسي اقول لكم من البدايه لكني توترت. انا الصراحه يوم شفت ادائكم في المسرحيه تحمست اني اشارك معكم. فقلت ما في طريقه الا اني اسجل في المسرح، فعشان كذا سجلت. الحمد لله قبلوني يعني وكل اموري تمام. بس يعني شيء منطقي اني راح اكون مبتدئ، ف ممكن تعلموني؟ استاذ عامر. استاذ عامر في غرفه الانشطه، تقدر تروح له وتكلمه، هو اللي دربنا. راكان انت مو فاهمني، انا بيكم انتم تدربوني. انا اسف، احنا مرتبطين وعندنا مسرحيه ونتدرب عليها. المعذره. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.